سمعوا. شوفي يا اختي، شوفي التعليقة، شوفي. بسم الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ايوا صافي اختي، دابا من بعد ما كملنا الروينه ديال العسل وقلي، صافي دابا دخلنا هنايا للدار، جمعنا الكوزينه الروينه. جيت هنا يا اختي نحيد هذا السيجور، هذا غادي نهزو اختي نشطب ونجفف تحت منه. كتعرفوا دابا العواش، عرفتي قلبي كي يكونني على الشغل، فغنديرو مكرهتش كورانا. هزيت الصالون وصبنت الطلام وطول العجب المعجب درتو، راه اللي مصبرني هو راه عارفه راسي غادي نرحل. كنقول كوتا ما ديريش التمارين على جوج مرات، ارتاحي دابا، ارتاحي خويتي مع راسك، دابا جايه تماره، ما جايه غير هي يا البنات في الطريق. ها هي كنوجد ليها بالطبل والغياطه، قلت راه غير نعكر على هاد السيجور هذا، تيدير ربي الخير وصافي. هنا صافي درت كننفض هنايا ستي درات. كتعرفوا هنايا كما كنقول لكم ديما، الدراري كيجلسوا هنايا بزاف بزاف بزاف، وسبحان الله ورا ما يبغيوش يدخلوا يجلسوا في الصالون. بعض المرة هادو كيجيونا مزيرين وكتلقاونا ملاصقين فيهم فحال السردين، كتجينا هنايا هاد الجلسه ما عاد زوينه بنينه. ما عرفتش الضيق والحريق هو هذا، والصالون ها هو ما كيبغي يدخل يجلس فيه حتى شي واحد. كيقول لك لا كتجينا التلفازه فيه بعيده، ما ولفوش يجلسوا فيه، واخا كنعيادو دخلوا للصالون جلسوا في الصالون. والو والو والو، ديما جالسين ليا غير في هاد السيجور، قلت لك كنجلسوا مستفين فحالنا فحال السردين. صافي هزيت هنايا العود، شطبت تحت منه، غنحيد داك الغبره وداك الخمله وداك التفرتيت ديال الماكله مع الزرابي. راك شتوني اخوتي حيدتهم شحال هادي، هاد البرد كامل والله العظيم الا دوزتو بلا زرابي بلا حتى شي حاجه، حيت توسخوا ولاو حالتهم. ان شاء الله تمشي للدار الهايله، كنت نكارديهم غادي نصبنهم، كنت غادي ندير لهم السلام عليكم، راه غادي نخليهم هكاك وغادي نلوحهم ما نكذبش عليكم. حيت اصلا ما غاديش يجيوني، وصراحه داك الجليج اللي درتو اصلا زوين، هو عاطي الديكور راسو، يعني ما يتحتاج ديري لا زربيه لا حتى شي حاجه. تشاي اخويا تبقاي تشوفي فيه، يعني هادوك محال واش غادي نضيع فيهم الوقت ونضيع فيهم التمر، غادي ندير لهم السلام عليكم وصافي. هنا صافي غادي نرجع اخوتي السديديريات، نرجعهم بلاصتهم ونرجع المخدات لبلاصتهم، حيت باقا تابعاني اختي الكوزينه هنايا، خاصني ندخل داك الكوكوط اللي كملت منها من الحرق ديال الطحين وداكشي كامل. واحد السيده تحيه لواحد السيده، والله الا طيحتي عليا خويتي هاد الفكره هادي، الله يرحم ليك الوالدين، قالت لي كوثر مع سمعتني، قلت لهم صافي هاد الكوكوط صافي ما بقيتش بغيتها غادي نلوحها. وهي تقول لي كوثر هادي كارديها وخلي عندك في الكراج، ملي تبغي تبقاي تحرقي الطحين في رمضان بقيت تحرقيها فيه. قلت له والله الا بخاطري، وباقا يا اختي غزاله كطيب كتصفر كدير العجب معجب، وماكلتها خويتي شحال بنينه. ايه والله الا اختي عطيتيني فكره، ها انت اختي نصحتيني، وغادي ندير اختي بالنصيحه ديالك، غادي نكارطيها ملي نبغي نحرق الطحين، ما نحرقش في هذوك الجدادات فهمتي، ونحرق في هذيك الناس كيقولوا كتحمر، وانا كنقول كان الا سمعتوا راه حرق الطحين وقيلا تقولوا كوثر كتشوطوا التحمار ديال الطحين، نبقى نحمرو فيه. انا ولفت كنقول حرق الطحين، حنا جبالة اختي كنقولوا حرقوا الطحين. عطاتني اختي عطيتيني فكره، ما عقلتش سميت مولات الكومونتير، ولكن شكرا لك اختي راكي عطيتيني فكره، نكارديها نبقى نحمر هكاك فيها الطحين تجيني مزيانه. ايوا هادشي اللي كاين. من بعد ما كملت هنايا اشوف اخوتي داك الكراتان، راه انا والمزابين ضربوا على داك الكراتان، انا نقول له هبطهم، كيقول لي راه كوثر وراه غادي راه عندك فيهم الحوايج تما، وعندك فيهم راه ياكلوا تاكلوا ملي البروده في الكراج، الكراج راه باقي برد، صبري صبري راه ما بقى والو. ولكن والله اخوتي تقنطوني تما، كنبغي ندوز معكله ولكن ما عندنا ما نديرو. مول الوليدات هو هذا، ومول البارطمان صغيره راه هي هادي، ما عندك كيف ديري حوايجك وروينتك وما عينك، شي هذوك المعان كاملين نص فيهم كتشاريها من اكسيو، كنت كنشري ونحط نشري ونحط. ديما كنقول لكم بشاكه ما تجيكمش كلشي في دقه، ديما نشري حاجه ونحيدها. انا في هاد القاعده هادي، بزاف البنات كيقولوا لي واه تمكشيش راه ماشي تمكشيش وراه ماشي تبعكيك، راك ملي تجي تشري كلشي في دقه راه غادي طيح عليك القضيه قاصحه. ما فحال هكا كل مره تخطفي حويجه كل مره تخطفي حويجه، راكي ما غاديش تحسي بها، ما غاديش تحسي بها. انا فكرتي هكا، انا كنفكر هكا وكندير بحساب غدا. كاين اللي كيقول لك لا انا نعيش نهار بنهار، ولا جات الموت نكون متعه ونكون برعه،
ولكن ولا طول لك ربي في العمر وتعيشي معذبه تعيشي مكرفسه. كل واحد وفكرته، كل واحد. انا فكرتي هكا كيعجبني ندير بحساب غدا، الاعمار بيد الله، ولكن نلقى باش نعيش غدا. صافي خويتي، من بعد هنايا ما ضربتها بتشفيفه، دابا اش كنديرو؟ كنديرو خويتي داك المعطر الزين الرائع، ها هو البنات. هذا راه شكرتو ليكم، وبزاف د البنات سولتوني عليه في الواتساب، ورانا كنت كنصورو، اللي كتسولني عليه راه كندير لها كابتيل ديكرو كنصيفطو لها. هذا قلت لكم كيخلي لكم الرويحه في الدار غزاله غزاله. وحاشاكم لي تواليت سال دو بان، ديروا واحد القطن وديروا فيه شويه وحطوه، حطوه وكتشوفوها كفشي قنيات حاشاكم في التواليت ولا في الحمام، وتشوفوا اين فوا كتحلي الباب كضرب كي داك الريحه ديالو غزاله ديال الورد. يعني كل 10 ايام بقيت تبدلي هذيك القطينه هكاك، كل مره ديري فيها شويه، المهم كتبقى الريحه غزاله غزاله غزاله. تدخلي على الدار، تدخلي للتواليت ولا للدوش، كضرب فيك واحد الريحه، عرفتي على مزويناتها، على مزويناتها. وهنا البنات غادي نشارك معاكم هذا الجيكس، هذا اللي شتوني خديته اخر مره من اكسيون، اللي فيه صابون، فيه صابونه ديالو الصراحه كيحك يا البنات، واعر واعر والله العظيم. الا خدوه على حسابي، على حسابي. هنايا كنت خديت البنات اللي جات من اكسيون، ودغيا تقطعوا لي صراحه، دغيا تقطعوا لي، وانا رجع هادو اختي اللي كنت كنجيب من الخدمه، والله حتى صبارين هادو، هاد الرقاق وما كيتقطعوش. وهادوك اللي خديتهم من اكسيون ضربوا لي واحد 3 ايام ولا 4 ايام، عرفتي هما تقطع لي بالحق، تقطعت لي غير اليمنى اللي صرا بقات، واش التعصار ديال الجفاف ولا التعصار ديال الزيوفه، تقطعت لي من الصباع الكبير. قلت لها صافي تيما منكش هادو، والله الا كنحك بهم على مزيناتهم. شوفوا البنات هادو جيكس واعر واعر واعر، اللي كتعكز عاده تبقاي تخلطي، ديري الجيكس مع الصابون بلدي، ديريه مع الصابون ديال الحجره. هادو كيتباعوا واجدين في اكسيون، وكيديروا 6 كيديروا ب 69 سنتيم. هاد الباكيه فيها 6 ديال الحبات، يعني 6 ديال الجيكسات عامرين بالصابون ديالهم ب 69 سنتيم، والله حتى واعرين البنات. هانتوما تشوفوا المقله كيفاش كانت، وشوفوها كيفاش ولات، ولات البنات كتلمع 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 بالزربه، خفن زربه. نشوفوا الكوكوط حتى هي، هذه هي الكوكوط اللي قلت لك كوثر بلا ما تلوحها السيده. كنشكرك من هنا، نسيت اختي على سميتك، مي عطيتيني فكره، قلتي لي هذه خلي عندك في الكراج، وبقيت تحرقي فيها غير الطحين، راها تنفعك وباقيه البنات، والله خاصه غير واحد الحكه من هذوك اليدين، ولا يتبدلوا لها هذوك اليدين ويتبدل. ما عندي مهرسه من الراس اللي كان غير منه اليد الكوكوت، هذيك تبدل لي هذاك الراس ديالها وتولي الصراحه كتشعل كتشعل. حنا ما عتمنى يعني ملي كنبقاو ناخذو في الجديد كنبقاو نميكو على القديم. واش شفتوا البنات هكا؟ دابا الحاجه اللي عارفه راسي ما بقيتش نستعملها، ما بقيتش كاع ندافع ولا ديريكت مو كندير لها الطار والزبل السراي. ما عتمنى هكا، حقارين حقارين. مو كيقول لك الجديد لا، ما عرفتش شنو، تنسالي واحد المثال، جديد له جده والبالي لا تفرط فيه، هذا هو المثال. واختكم قالبه هذا المثال، والله الا قالبه، وليت جديد كنفرح به والقديم وليت نزاوطو. وهنا البنات صافي، دابا من بعد ما باتوا ليله كامله هادو القنيطات اولا الحينت جات بعد اختي ما كملت روينتي، صافي دابا غادي ندوزو غادي نطيبوهم. هنايا راه ذوبت هانتوما زبيده صافي، وغادي ندوزو غادي ندهنوهم هنايا هاد الزبيده هادي كامله بشكل وين كيجي ديالهم زوين. كنعرف وقتا فيلو يعني كتبغي زبيده. هنا الفران رانا شعلتو، شعلتو تحت والفوق تا سخن، دابا غادي نخلي غير من التحت يطيبو لي من التحت، عاد بنشعل عليهم عاوتاني يتحمرو لي الفوق. بالنسبة لدرجة الحرارة هنا عندي دايرة 170، يتحمروا لي حتى ما نقدرش نقول لكم زعما شحال بالضبط، قابلوهم كتعرفوا الباتافيلو يعني دغيا كتحمر. العقده راه ديجا عندنا طايبه يعني واجده ناضيه، نخليهم حتى يتحمروا لي ونخرجوهم ونطفيوهم في العسل. انا راه موجده هنا العسيله ديالي، طيبت انا الصباح بكري طيبت العسل حيت ما بقاش ليا، طيبت هنايا شويه اللي غادي نطفيهم فيها. كاين اللي كيدير القطر، ولكن انا ما بغيتش ندير الخل، غادي نطفيهم هنايا في العسيله وغادي نزينوهم. غادي ندير شويه دابا اللوزه ديال لي زامون ايفي اللي تحمروا، وغادي نزينهم بهم. هانتوما تشوفوا الشكل ديالهم، تيجيو الصراحه من داك الشرفين ما شهيتكم فيهم.
هنا البنات صافا هي خرجتها ها انتما شوفوا اللون ديالها كتجي محمره. هنا خدات لي 15 دقيقه بالضبط. دابا غادي ندوز وهي سخونه غادي نغطسها في العسل. كاين اللي كيبغي غير يدهنها، انا كنعسلها هكا. بحال الشكل ديال البريوات ولا كتجي مقرمشه البنات، كتجي غير مزويناتها سخونه. صافي غادي نعسلها مزيان. ومن بعد راه غادي نستقطرها كما قلت لكم، وغادي نزينها باللوز. ها نتوما راه محمرة حتى من التحت، وكتجي صراحة الطاطافيلو كتجي مقرمشة وكتحمر. كو درنا الورقة أخرى ما تحمرش لينا في هذا في ما غاديش تحمر لينا في الفراغ. هادي داغية كتحمر اصلا، فيها الزويته البارح اللي راكشتو ملي كنت كندهن شويه ديال الزيت. صافي غادي نخليها تشرب وندوزو للتزيين ان شاء الله. ها هي سخونه يا البنات. هنا راه غادي نزيد عسيله فوق منها. الصباح طيبت انا غير نص كيلو ديال سنيده ما نكذبش عليكم. صافي مابقاش عندي الغرض بالعسل، خاصني شويه نص كيلو لهاد المحنشات. صافي وين البنات هي اختكم كات زينا. نتوما شوفوا المحنشات كندهنهم عاوتاني شويه بالعسل. علاش بغيت نشارك معكم الطريقه باش ما تخرجش كوسه راه ما لصقش لينا العسل، حيت هنا الورقه الفيلو كتبدا تيبس من هنا شويه. كنعاودو كندهنوها انتوما بعسيله وهي سخنت العسيلة حدايا، وكندوزها هنا في اللوز إيفيلي. نتوما كيجي صراحة من النظاف ديالها مزيون. عرفتي البنات شنو كنت باغا دير؟ لا عاوتاني قلت كوثر خليها حتى العيد إن شاء الله، غادي نصاوبها لكم بالكاوكاو إن شاء الله. مي غادي نزينوها بواحد الزين اللي كتجي بريستيج، كتجي خطيره خطيره. المهم حتى العيد ان شاء الله ما نحرق لكمش اختي المراحل. دابا دهنو عرفتي لواحد القرمشه تنسالي وندوقها لكم. واحد القرمشه هي البنات فيها، شوفي طاح ليا كامله. واحد القرمشه فيها خطيره خطيره. بالنسبه كيفاش كنحتفظوا بها البنات، انا غير غادي نكمل ما نكذبش عليكم. نيشان للكونجيلاتور، ضروري الكونجيلاتور هو اللي كيحافظ لكم على هذه المؤسسات هذه. واخا العسل كيف ما بغات تكون عندكم راها كتنشف، وراه العسل البلديه وراها تنشف لكم. ضروري هذه المؤسسات هذو كنحتفظوا بهم في الكونجيلاتور. داك الساعه كتجبدي الكونتيتي هكا اللي بغيتي كتجبديها قبل كديكونجلا. بحال دابا انا فارقه بيناتهم بالفارتي كويسون، لا بالنسبه للشباكيه ولا بالنسبه للمقروط ولا بالنسبه للبريوات، فرقت بيناتهم بالبابي كويسون. مثلا درت 6 7 كنفرق بالبابي كويسون، 6 7 كنفرق بالبابي كويسون باش هكا ما كيتلاصقوش ليكم. ماشي تجبديهم كاملين وديكونجليهم كاملين في دقه، كتجبدي غير داك الغرض اللي عندك به 6 ولا 7 ولا 8 اللي باغاهم اللي كيكونوا مفروقين بالبابي كويسون. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم يا اختي هو التعليك ديال اللوز والمذاق ديالو مع الباتافيلو كتجي فنان البنات. صافي انا نكمل غادي نزينها هنايا في البلاطو ديالي اختي ونرجع معاكم بالشكل النهائي. واخيرا كملت يا اختي، ما كملت حتى تكملت انا. هادشي صراحة كياخد الوقت الصراحة، وما بقاش الخاطر مع الوليات الصغار وداكشي راه كنكابرو. المهم باش ما نخليوش حتى الوليدات دابا ملي ماما شنو هادشي، ماما كديري هادشي ديال رمضان كل دابا فرحانين، ماما وقتاش غيكون رمضان السيمانة الجاية، ماما معايش غادي نفطرو. إسلام عليك ماما نصوم رمضان كامل. قلت لها ولدي تاو داكشي اللي قديتيه، يعني كتعرفو دابا هنايا مع المدارس وداكشي
مي نهار اللي يكونوا قيله كاري ما نخليش يصومي صوم قيله غير الاربع والسبت والحد. كنخاف على حساب راه انتيردي خويا في الدراري هنايا باقي صغير يمشي شي بحال اللي كيكون ولدك في الدار حداك. مي هو ما باغي يصوم باغي يصوم، مي والله ما نعرف واش نخليه يصوم ولا غير كيما درت ليه عام الاول كنمشي صوم الاربع والسبت والحد. ودابا المشكله انه كيمشي كيلعب الكره ايوا ما عرفتش غادي ندير معاه. هو كيقول لك لا ماما انا باغي نصوم. ايوا صافي البنات نكمل بهذه الطريقه كما قلت لكم حتى نرجع معكم في الشكل النهائي. وهنا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال المحنشه ولا ديال القنينطه باللوز. راه ما نقول لكمش الريحه كيفاش دايره ديال التعليكه اختي ديال اللوز. المهم كيجيو خطيرين خطيرين البنات اقسم بالله بلنا بنان بنان بنان. اللي ما بغاتش البنات ديرهم باللوز ديرهم بالكاوكاو كما قلت لكم انا ان شاء الله حتى العيد الا لحقنا لا لحقنا ليه سيدي ربي الحبيب غادي نصاوبهم لكم بالكاوكاو وغادي نديروا واحد زين اللي كيجي خاطر قنينطات بالسميطات ديالهم بالبابي ديالهم. هذا البابي هذا البنات هذا والله الا قبيله حتى بديت قلت غادي نصاوبهم لكم هنايا وكيجيو بالسميطه ديالهم. عاوتاني قلت كوثر دابا غير رمضان خليهم غير هكا حتى العيد ان شاء الله وعاد غادي نصاوبهم. يا اختي بريستيج كيجيو بنان 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 ما نقول لكمش. يا اختي راه ضربنا منهم خمسه د الحبات هاد الكونتيتي هادي ضربنا منها خمسه د الحبات تبارك الله كتخرج كتخرج. هادي البنات راكم تقدو تخرجوها حتى ل 25 اورو الكيلو. هاد القنيطات بين 30 حتى ل 25 على حسب كما قلت لكم راه في المدن الكبار راهم كيبيعوا الحبه بالخصوص حلوه اللوز كيبيعوها في حال باري داكشي. انا شوم بعيني الكعبه كيديري لا اورو 50 الحبه اورو 50 الحبه 300 ريال الحبه. ايوا اختي حاجه الدار والنقا وكتصاوبي الحاجه بيديداتك والعسيله طيبه على يدك ومقابلها في الفران. المهم تقرنيشه يا البنات انا غادي نحب لكم وحده سمعوا شوفي يا اختي شوفي التعليكه شوفي بسم الله واو الزبدة العقدة ديال اللوز يا البنات اقسم بالله الزبدة الزبدة كتذوب كتذوب. المهم يا البنات درت اختي العشاء ديالي طيب دايره هنا لاصوب في الترموميت واحد لاصوب واحد لاصوب زعماك انا باقا كنقول على حد الساعة والتقليد على رقبتي. الله يرحم الوالدين اللي خرجنا اختي هاد الترموميكس هذا كيقول لك اش ديري واش ديري واش ديري كديري يا اختي هو كيطيب راسو كيطحن راسو فيه مقاديرو راسو انت ها وجدي ليه لي زانغريديون هو كيطيب هو كيطحن هو كيدير العجب ديالو راسو. المهم الكويده ديالي غادي نقول لكم السلام عليكم والعواشر مبروكه. سدينا اختي المعسلات دابا غادي نبداو في المملحات الى سهل سيدي ربي الحبيب. نديرو بريوات بالبطاطا بالحوت وبسيطلات ديال الدجاج وخلاص بطبيطات معمرين. المهم هادشي اللي غادي نبداو بهم وكل نهار ان شاء الله غادي نبارطاجي معاكم. يلا الكبيدات تهلاو لي فراسكم طبيعة الحال ما تنساوناش من اللايكات ديالكم لي كومونتيرات وبارطاجي لا جات اختي على خاطرك اختي كتشوفي الفيديو ما ديري كومونتير زين ما ديري واحد اللايك ما حتى شي حاجه زعماك ولا جات على خاطرك. يلا حبيبتي العواشر مبروكه.